هيك رح تضلك هربين مني وانا قاعده بوجهك كل النهار؟ بعتقد الهرب من اختصاصك انت مش اختصاصي انا. عماد لوين؟ ان شاء الله بدي اخذ اذنك تفل كمان. لا بس عم بطمن عنك. ريح جيب المجلات. انا بجيب المجلات، هيدي وظيفتي انا. ما بدي حدا يساعدني، ميرسي كثير، كلك ذوق. عماد انا برسم عنك شيء؟ انا بروح بجيب المجلات. ميا انا ما عندي وقت. نخلق وقت. لازم تسمعني، لازم نحكي بقى. انا فيلل. وانا رايحة معك. ميا خلص بقى. الو بونجور جاد. عصام برتلي معك. كيفك عصام؟ سمعت انكم ربحتوا الجائزة. صح، هيدي الجائزة يلي ربحناها نحن تحديدا السنة الماضية. ما ها هي يعني بتعرف سنة منا وسنة منكم هالكومبيتيشن، وهي بتكون حافز لنا يعني تنتقدم، وانتو كمان نفس الشيء. اكيد اكيد، بالنهاية انتو بتستحقوها، انا بهنيكم. ثانك يو. منشوفك ايه؟ لا ولا اكيد. باي باي. ايه لميس، انا باحسن حالاتي. ايه خبروني شو عملتوا لهلا. بعتذر على التاخير. خلينا نشوف. اوه والعانة. حاسس انه في شيء ناقص، انه في شيء غلط. ايه بس انا حبيته بصراحة. اشتغلنا على الجام بحسب اللون اللي اخذناه تنضل بنفس المود اللي فكرنا فيه بالاول. ما بعرف هلا، كل واحد عنده اسلوب. انا حبيت اللون وحسيته كلاسي وفيه حياة. يعني البيربل بيقدر يبين كذا شغله بذات الوقت، حتى الحب اللي كنت عم تحكي عنه المره الماضيه استاذ. بلا البيربل لكن لحظه، ما هيديك المره قلت انت انه هيديك المره راحت مع هيديك المره جات. هلا شفتها على الورق وما حسيت انه فيها شيء. بس اللون كتير حلو. يمكن انا غلطت بتنقيتي لهذا اللون بالذات. بكل حال اذا بدكم نرجع للون الاحمر ما عندي مشكله. بس نحن هيك عم نتاخر. لا لا ما بنتاخر، بالعكس الموديل كتير منيح، مشكلتي بس باللون. بعدين مروان وريما قدوا قدود، بيقدروا يخلصوا حالهم. طيب شو وضع التصميم التاني؟ عم يخلص شوي شوي. اوه كلكن هون وفينا نحتفل. ايه بس ما في زودة وفاء. يا عمي عن جد ما بدي زودة ولا ما بدي شيء، كتير مبسوطة باللي صار، شيء حلو. لميس وين؟ ايه نسيت خبرك، مريضة ما اجت اليوم. سلامتها شيء خطير؟ لا لا قريب غيار الطقس وهيك. لا ما في شيء مهم. مبروك، الف مبروك. ثانكس ميو. ثانك يو وفاء على السربرايز، كلك ذوق. ولا استاذ يور ويلكم. لكن بنشرب وبناكل برا احسن ما يعملونا مشكله. يلا يلا. قلت لي غلطت بتنقيتك للون. الفنانين عندهم مود سوينجز، أوقات بيركب الأشياء براسهم أوقات لا. يمكن اللون الأحمر ما يهرب من رسماتي مثلا. هكل حال عندي اجتماعات هلا. بعرف أنا الأسيستنت تبعك أو ناسي، بعد معك 7 دقايق لازم نحكي فيهم. بحق لي ببريك. فينا نحكي بهيدا البريك. عماد في أشياء لازم خبرك إياها، في أشياء كتيرة لازم تعرفها. طيب ما عم بقلك تفهم شو رح أقول، ما عم بقول لك تعتبرني معي حق، بس على قليلي في اشياء كثيره رح تتوضح. عماد مثل ما بدك، بس رح خبرك. اي نعم اوكي، هلا بخبر الاسيستنت تهتم بالموضوع. تشاو باي باي. اي موضوع؟ في كم ورقة بديك تحضري لي اياهم تبعتيهم على مكتبي، رح اعمل لك فورورد للايميل، اهتمي فيهم بليز. شو يعني؟
بدك اياني روح على مكتبي؟ فيك عن جد؟ كيف تقدر تعمل هيك عماد؟ كيف تقدر تتصرف معي بهالطريقه وكانه ما صاير شيء انا وياك؟ كيف فيك تفصل؟ فيك تبلشي شغل ميا بليز. نهار الأربعاء الساعة 12 منيح؟ أوكي باي باي. ألو؟ يا حبيبي كيفك؟ زفت والله مجنون عن جد مجنون. شو في؟ أنا ما بعرف كيف شخص بيقدر يتغير بين ليلة وضحاها وبيصير شخص تاني. مش عم يتصرف معك منيح ها؟ ما هو يتصرف بالأول بعدين بخبرك إذا منيح أو لا. ما بعرف شو صاير له، يعني معقول بيتعذب بهيدي الطريقة؟ تخيل ما بيطلع بعيوني، ما كأنه بيسني، ما كأنه غمرني، ما كأنه. عماد ما راح تخبرني؟ شو بدك قلك خليل؟ بدك قلك اني توقعت شيء وصار شيء تاني؟ completely different؟ عن جد تعبت، والله تعبت. ليش بقيت ميا؟ قالت لك شيء؟ لا ما قالت لي شيء، اصلا ما بدي اياها تقول لي شيء. بقيت وجاد ما شحطها. كيف رح خبره؟ كيف بدي خليه يسمعني؟ ميا عم تحكي كأنه الزلمة ما حبك ولا مرة بحياته. بلا حبني قبل، هلأ ما بعرف. بدك إياها تروح؟ إيه تروح يعني تفل عماد. طيب مرسي شادي. أنت وين؟ مشغول هلأ برجع بحكيك بعدين. love you love you شادي مرسي. عماد اطلع فيه، طلع فيه. بدك مية تفل. الحب يا حبيبي أغنية من عبقته. بلا ما غني أحسن. شو؟ اسم الله اسم الله، من وين جاية لحتى أجريك مش دقين على الأرض؟ من الجنة ميوش، وبتخيل إجري ما رح يرجع يدقوا بالأرض. مثل ما انت كوع ورجع محل ما كنت، احسن ما نكد لك عيشتك بخباري. عقلبك بقى.